مرحبا، حياكم الله وسعد الله جميع اوقاتكم. بسم الله، بجهز معكم اصابع التوست وحشوه الدجاج. حشوه الدجاج المعروفه، دجاج مع بطاطس مع جزر، حمستك المعتاد. عندي بقدونس وعندي جبن شيدر، اخلط المقادير مع بعض. للتغطيه عندي حبه بيض وكوب حليب، اخلطهم مع بعض. للتغميس ضف عليهم شوي فلفل اسود او رشه ملح حسب الرغبه، نخلطهم مع بعض. عندي هنا التوست، قطعت الأطراف وفردته فرد ناعم أو فرد خفيف. نحط الحشوة فيه، نغطي في خليط الحليب والبيض وفي البقسماط، وبعدين نقلي في الزيت أو في القلاية الهوائية. بسم الله، لازم تخلطون هذا زين أول شيء. نبدأ معكم في لف أصابع التوست. بعد ما تفردونه كذا فرد ناعم أو خفيف، تمسحون الأطراف بخليط التلزيق، طحين وماء، أو ممكن تحطوا جبن سايل. الحشوة أضفت لها ملعقتين جبن سايل بعد مع جبن تشيدر. ونلف عليهم، تخطوها كذا شوي، اضغطوا الأطراف، حطوها في خليط البيض والحليب وعلى التوست أو البقسماط. توست مطحون ترى، الأطراف والزوائد أجففها وأطحنها، وكذا تكون عندنا أصابع التوست جاهزة للقلي. أو ترشونها بزيت تحطونها في القلاية الهوائية أو في الفرن، أنا بحطها في القلاية في الزيت. كملوا بنفس الطريقة. عندي شوي من الحشوة بحطها في رقائق سبرينغ رول قمح كامل، بدل ما ألفها ألف أصابع بحطها زي طريقة مطبق. دهنت الأطراف بخليط التلزيق، بخليها كذا تطلع مرة حلوة ومقرمشة وخفيفة. أمسحها بزيت زيتون وأحطها على الصاج أو في التاوة. جربها بالطريقة هذه، أحلى من الملفوفة، مرة حلوة وخفيفة بالمرة زي طريقة المطبق. بصل الحين شغل بعد اليوم مطبق، والكرات والطماطم، بس نحب أحط معه شوي لحم مطبق العادي. شايفين مرة حلوة الطريقة هذه السبرينغ رول. بس الحشوة كده شوي، اليوم ما عندي نية أسوي عجينة، كلها بالرقائق الجاهزة. بصلح بوف لحم بسولو، صلحت التوست، وهذه بعد زادت، ما يعني ما حسبت حسابي في هذه، بس جيت من الله. يمكن أصلح تاوة، بس عجين تاوة. اللهم لك الحمد، ديم علينا وعليكم نعمتك وفضله، تقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعائنا وصالح أعمالنا، كما بلغنا أوله بلغنا آخره، مغفور لنا، وجعلنا وإياكم من عتقاه من النار يا حي يا قيوم. شايفين شكلاتهم حلوة مرة،